مرحبا أحبائي، ماذا أضع أمامي؟ الأزهار من مختلف الألوان، لون البنفسجي، لون البرتقالي، لون الزهري واللون الأصفر. أتحبون الأزهار؟ أنا أحبها كثيراً. وهلأ مننتقل لنقرأ النص اللي محضرينه لهالحلقة، لأنه بهالحلقة النص كتير كبير وكتير حلو بدكم تنتبهوا له. بس قبل ما نبدأ بالنص، شو رأيكم نستمع للأغنية؟ على الأرض تحيا الكائنات، في ثبات ونبات، بعضها من البشر وبعضها من الحيوانات. أليفة كانت أم مفترسة، فلكل منها مميزة. على الأرض تحيا الكائنات، في ثبات ونبات، بعضها من البشر وبعضها من الحيوانات. الأرنب يعدو يقفز، القرد للموز يرقص. ما أجمل الكون الفسيح، به الحيوانات تستريح. على الأرض تحيا الكائنات، في ثبات ونبات، بعضها من البشر وبعضها من الحيوانات. جاهزين لقراءة النص؟ هيا بنا. القنفذ وأصدقاء الغابة. تذكرتوا القنفذ شو هو؟ حيوان عنده أشواك، بيلتف بصير مثل الطابة ليحمي حاله من الأعداء. كان القنفذ الصغير يسير في طريقه إلى الغابة. كان القنفذ عم يمشي يسير لوين؟ للغابة، رايح على الغابة. رأته عصفورة، شفت عصفورة، فسألته إلى أين هو متوجه؟ شفت العصفورة وسألته أنت لوين رايح؟ فأجابها القنفذ إلى الغابة القريبة. شو قال له؟ أنا رايح على الغابة القريبة. ولكن العصفورة كانت خائفة من أن تعتدي عليه حيوانات الغابة. العصفورة بس عرفت أنه رايح على الغابة خافت عليه، برك الحيوانات هجموا عليه واعتدوا عليه. فطمأنها قائلا لها ألا تخاف. شو قال للقنفذ؟ طمني بالك، ما تخافي. ليه قولكن؟ لأن هو شو عنده؟ الأشواك، بيأذي فيها الآخر، فهو يملك أشواكا تحميه عندما يشعر بالخطر. ما بيأذي كل الحيوانات، بس لما يشوف إنه في شي حيوان جاي لا يفترسه بدافع عن حاله بشو؟ بأشواكه. في الغابة رحبت الحيوانات بالقنفذ. الحيوانات قالت له أهلا وسهلا فيك يا قنفذ بغابتنا، تفضل. اقترب منه الدب ليصافحه، قرب منه الدب تيسلم عليه تيصافحه، فوخزت أشواكه يد الدب. وخزت، شو يعني وخزت؟ شكته أشواكه لمين؟ للقنفذ. شكته وين؟ بإيده للدب، عن غير قصد أكيد. فصاح متألما، صرخ وموجوع، أخ ليه؟ لأنه شكته الشوكة بإيده. فسأله الهر عن سبب وضعه لهذه الأشواك. سأله الهر، قالوا لشو بتحط هالأشواك؟ لشو؟ شو بتستخدمها؟ لشو بتستخدمها؟ فقال له أن هذه الأشواك هي التي تحميه. شو قال له القنفذ؟ قال له هول الأشواك هي اللي بتحميني،
أكيد من الخطر. أردفت السلحفاة قائلة للقنفذ. شو عملت السلحفاة؟ تابعت كفت وقالت له للقنفذ. أردفت يعني رجعت قالت. شو قالت له؟ بأنه لا يحتاج إلى أشواك تحميه. هون منك بحاجة يا قنفذ للأشواك لتحميك. مين قال له هيك؟ السلحفاة. فهو في غابة الأصدقاء. شو قالوا له؟ قالوا له أنت هون بالغابة هول كلن أصدقائك الحيوانات، ما تخاف. وعلقت ورقة على صدره كتب عليها. شو عملت؟ جابت ورقة مكتوب عليها شيء وعلقته وين؟ على صدره للقنفذ. احذري الأشواك. شو يعني؟ يعني اللي بشوفه للقنفذ بشوف الورقة اللي معلقة على صدره مكتوب عليها احذري الأشواك، يعني انتبه أنا بشك إذا سلمت عليك. شو يعني بشك؟ يعني بشكك بالشوك اللي عندي بدون قصدي. فصارت الحيوانات كلما رأت القنفذ، صارت الحيوانات بس تشوفه للقنفذ شو تعمل؟ تتذكر أشواكه، تتذكر الشوك اللي عليه. ليه؟ لأنه مكتوب على الورقة احذر الأشواك، يعني انتبه للأشواك. فتحييه من بعيد. شو بتقله؟ مرحبا. من بعيد ما بتقرب على الأشواك وبتسلم عليه إيد بإيد مثل ما عمل الدب. وهكذا عاش القنفذ آمناً في غابة الحيوانات. وهيك صار القنفذ عايش مع الحيوانات بسلام وبأمان، ما بيأذي حدا وما حدا بيأذي. حبيتوا للناس؟ رح نرجع نقريه مرة واحدة، تابعوا معي. القنفذ وأصدقاء الغابة. كان القنفذ الصغير يسير في طريقه إلى الغابة. رأته عصفورة فسألته إلى أين هو متوجه؟ فأجابها القنفذ إلى الغابة القريبة. ولكن العصفورة كانت خائفة من أن تعتدي عليه حيوانات الغابة، فطمأنها قائلا لها ألا تخاف، فهو يملك أشواكا تحميه عندما يشعر بالخطر. في الغابة رحبت الحيوانات بالقنفذ. اقترب منه الدب ليصافحه، فوخزت أشواكه يد الدب فصاح متألما. فسأله الهر عن سبب وضعه لهذه الأشواك، فقال له أن هذه الأشواك هي التي تحميه. أردفت السلحفاة قائلة للقنفذ بأنه لا يحتاج إلى أشواك تحميه، فهو في غابة الأصدقاء. وعلقت ورقة على صدره كتب عليها احذر الأشواك. فصارت الحيوانات كلما رأت القنفذ تتذكر أشواكه فتحييه من بعيد. وهكذا عاش القنفذ آمنا في غابة الحيوانات. هلأ بدي أطلب منكم تفتحوا عينيكم كتير منيح ودنيكم لتشاهدوا هالقصة عبر هالشريط المصور. القنفذ وأصدقاء الغابة. كان القنفذ الصغير يسير في طريقه إلى الغابة. رأته عصفورة فسألته إلى أين هو متوجه، فأجابها القنفذ إلى الغابة القريبة. ولكن العصفورة كانت خائفة
من أن تعتدي عليه حيوانات الغابة. فطمأنها قائلا لها ألا تخاف، فهو يملك أشواكا تحميه عندما يشعر بالخطر. في الغابة رحبت الحيوانات بالقنفذ. اقترب منه الدب ليصافحه، فوخزت أشواكه يد الدب، فصاح متألما. فسأله الهر عن سبب وضعه لهذه الأشواك، فقال له أن هذه الأشواك هي التي تحميه. أردفت السلحفاة قائلة للقنفذ بأنه لا يحتاج إلى أشواك تحميه، فهو في غابة الأصدقاء. وعلقت ورقة على صدره كتب عليها احذر الأشواك. فصارت الحيوانات كلما رأت القنفذ تتذكر أشواكه فتحييه من بعيد. وهكذا عاش القنفذ آمنا في غابة الحيوانات. ركزتوا منيح على الشريط المصور؟ أكيد إيه. هلأ بدي أطرح عليكم هالأسئلة. السؤال الأول، من هي شخصيات القصة؟ شو يعني من هي شخصيات القصة؟ يعني عن مين كنا عم نحكي بهالقصة؟ مين اللي لعب دور بهالقصة؟ تذكروا منيح، مين أول شخصية؟ القنفذ. القنفذ مين كمان؟ العصفورة. القنفذ، العصفورة، ومن أيضا؟ الحيوانات، حيوانات الغابة. مين كمان لما سلم عليه شكو؟ الدب. الدب، ومن أيضا؟ الهر. إذن من هي شخصيات القصة؟ من جاوب شخصياته القصة هي نقطتين، القنفذ العصفورة من أيضا؟ القنفذ العصفورة الحيوانات، الحيوانات والدب والهر. الدب والهر. إذن شخصيات القصة هي مين؟ القنفذ، العصفورة، الحيوانات، الدب والهر. السؤال الثاني، أين تجري أحداث القصة؟ وين عم بتصير هالأحداث، هالقصص اللي صارت؟ يعني لما الدب سلم على القنفذ وشكه، وين كانوا؟ في الغابة. تجري أحداث القصة. أين تجري؟ في الغابة. تجري أحداث القصة في الغابة.
المشكلة في هذه القصة؟ شو هي المشكلة بهالقصة هي؟ شو خبرونا؟ شو قالوا لنا؟ في مشكلة؟ شو قولكن؟ هن الحيوانات بحبوا للقنفذ، ولكن في مشكلة أنه لما يسلموا عليه بخافوا. شو؟ أنه شكون، بخافوا منه. ليه؟ لأنه بشكون. إذا وخزون بالشوك بيتضايقوا بيوجعوا، يعني إذا شكون، إذا وخزون. تذكروا الكلمة؟ إذا ما هي المشكلة؟ المشكلة في هذه القصة أن الحيوانات تخاف من أشواك القنفذ. اكتبوا معي. المشكلة في هذه القصة شو؟ أن الحيوانات تخاف ممن أو مما؟ تخاف من أشواك القنفذ. تخاف من أشواك القنفذ. رقم 4، ما الحل ومن أعطاه؟ في حدا لقى الحل، في شخصية معينة لقيت الحل. قولكن ذكرناها بالشخصيات فوق. تنتذكر الشخصيات هي القنفذ، العصفورة، الحيوانات، الدب، والهر. بس في حدا كتير مهم لأنه هو اللي وجد الحل. مين من هالشخصيات تتذكروا؟ أنا تركته لحتى أنتوا تركزوا منيح. مين اللي ساعده وكتب له ورقة احذر الأشواك؟ تذكرتوا؟ السلحفات. إذن خلينا نزيد. السلحفات هي شخصية مهمة لأنه هي لقيت له الحل. ما الحل ومن أعطاه؟ شو هو الحل؟ الحل شو؟ شو عملت السلحفات؟ كتبت له على ورقة احذر الأشواك وعلقت له إياها على صدره. إذن الحل هو أن السلحفات شو عملت؟ ماذا فعلت؟ علقت ورقة وين؟ على صدره. علقت ورقة على صدره، ماذا كتب عليها؟ كتب عليها شو؟ احذر الأشواك. احذري الأشواك. إذن السلحفات هي اللي لقيت الحل. ليه؟ لأنه شو عملت؟ علقت له ورقة وكتبت عليها احذر الأشواك. حبيتوا القصة؟ خلوكن معي ما تروحوا لمطرح لنتابع مع التمارين التالية. هر، سلحفاة، دب، غابة. جاهزين لهالتمرين؟ يلا أرقموا الجمل بحسب تسلسل القصة. شو يعني بحسب تسلسل القصة؟ يعني القصة بشو بلشت؟ تتذكروا؟ هلأ بدنا نرقم هالجمل بحسب تسلسلها، بشو بلشت، بعدين شو صار، وبالآخر كيف انتهت القصة. هاي يعني تسلسل القصة. الجملة الأولى بتقول: هكذا عاش القنفذ آمناً في غابة الحيوانات. هكذا عاش القنفذ آمناً في غابة الحيوانات.
أقولكن هالجملة أمتى نقلوها بالنص؟ أي متى؟ بالأول؟ بالوسط؟ أو بالآخر؟ هلأ منشوف، ما منعرف. تاني جملة: كان القنفذ يسير في طريقه إلى الغابة، رأته عصفورة فسألته: إلى أين هو متوجه؟ هالجملة أقولكن أمتى نحطها؟ بالأول أو بالآخر؟ فكروا معي. الجملة الأولى شو خبرتنا؟ إنه هيك عاش القنفذ مرتاح مع الحيوانات بالغابة. تاني جملة شو قالت لنا؟ إنه القنفذ كان رايح بطريقه على الغابة، التقى بمين؟ بعصفورة، شفته وقالت له: لوينك رايح؟ تذكروا أيها قبل؟ أنا بقول الجملة ثانية، شو رأيكم؟ صح؟ هلأ منتأكد لما نقرأ الجملة الثالثة: في الغابة رحبت الحيوانات بالقنفذ. بالغابة قالت له الحيوانات للقنفذ: أهلا وسهلا فيك. هلأ بدي إياكم تفكروا معي، أقولكن أي جملة هي أول وحدة صارت بالنص؟ أول جملة كاتبينها، تانية أو الثالثة؟ شو بتقولوا؟ أكيد التانية هي أول جملة. منحط رقم واحد، رقم واحد لأنه بتسلسل، يعني واحد اثنين وثلاثة. الجملة الأولى هي: كان القنفذ يسير في طريقه إلى الغابة، رأته عصفورة فسألته: إلى أين هو متوجه؟ تاني جملة بتسلسل لأنه أولى تانية وتالت. تاني جملة شو أقولكم شو صار؟ هيك عاش مرتاح القنفذ بالغابة دغري، أو رحبت فيه الحيوانات؟ شو أقولكم؟ أيها التانية؟ أنا بقول هكذا عاش القنفذ آمنا في غابة الحيوانات. هكذا يعني وهيك عاش القنفذ وين؟ بغابة الحيوانات. يعني هيدي النتيجة بالآخر شو صار؟ عاش القنفذ في غابة الحيوانات. شوفوا الجملة الثالثة: في الغابة رحبت الحيوانات بالقنفذ. شو رأيكم؟ أيها الثانية؟ أيها؟ هاي ولا هاي؟ أكيد هيدي. ليه؟ لأنه بس شافت الحيوانات القنفذ جاي لعندها على الغابة، قالت له: أهلا وسهلا فيك. قالت له: أهلا وسهلا فيك. وبالآخر عاش القنفذ آمناً في غابة الحيوانات، وهيك عاش مرتاح مع الحيوانات. إذن هيدي هي الجملة الثالثة، وهيك منكون كتبناهن بتسلسل. رح نرجع نقريهن لنتذكر القصة الصحيحة. كان القنفذ يسير في طريقه إلى الغابة، رأته عصفورة فسألته: إلى أين هو متوجه؟ في الغابة رحبت الحيوانات بالقنفذ. هكذا عاش القنفذ آمناً في غابة الحيوانات. وهلأ في عندي مفاجأة لألكن. شو هي؟ حزورة. حزورة بتقول: الديك، الديك الذي يصيح في الفجر. كوكو كوكو، عرفتوا للديك؟ الديك بماذا يدافع عن نفسه؟ شو أقولكن؟ ديك بشو بدافع عن حاله؟ ناطرة أجوبتكن الكتيرة، فكروا فيها كتير منيح. وهلأ ما تنسوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك اللي عم تمرق بأسفل الشاشة، وأنا بقلكن إلى اللقاء في الحلقة المقبلة. على
الأرض تحيا الكائنات في ثبات ونبات، بعضها من البشر وبعضها من الحيوانات، أليفة كانت أم مفترسة فلكل منها مميزة. على الأرض تحيا الكائنات في ثبات ونبات، بعضها من البشر وبعضها من الحيوانات، الأرنب يعدو يقفز، القرد للموز يرقص، ما أجمل الكون الفسيح به الحيوانات تستريح. على الأرض تحيا الكائنات في ثبات ونبات، بعضها من البشر وبعضها من الحيوانات،